إنما هو امتداد للمراجع العظام. المراجع العظام امتداد للأئمة الطاهرين، الأئمة الطاهرين امتداد للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فأدوار الأنبياء وأدوار الأئمة ينبغي أن يجسدها رجل الدين في حياته. تعليم الناس هذا دور للأنبياء والرسل، فهو دور رجل الدين، ينبغي أن يعلم الناس. إخراج الناس من الضلالة إلى الهداية عن طريق إرشادهم تعليمهم، هذه وظيفة الأنبياء، ينبغي أيضا على رجل الدين أن يطبقها في حياته، بما أنه يشكل الامتداد للأئمة والأنبياء. وهكذا إذا أردنا أن نعرف دور رجل الدين، لا بد من البداية أن نعرف ما هو دور الأنبياء الذي كانوا يقومون به والأئمة. إذا عرفنا ما هو دور رجل الدين وما هو المطلوب منه. المطلوب منه، يعني الخلاصة، عنوان الجامع، المطلوب منه أن يكون امتدادا للأنبياء في رسالتهم وأدوارهم ووظائفهم، فيؤدي كما كانوا يؤدون، ويتحمل كما كانوا يتحملون، ويقوم بواجباته كما كانوا يقومون. المشكلة التي يعني هي حاصلة عند بعض الناس هي عدم تشخيص واضح لدور رجل الدين، ولعل وجود نظرة سلبية بمقدار ما عند بعض الأشخاص هو نتيجة عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى رجل الدين. بعضهم يتصور بأن رجل الدين ينبغي أن يكون هو كل شيء، يعني ينبغي أن يكون هو حلال المشاكل الاجتماعية، ينبغي أن يكون هو إمام الجماعة، ينبغي أن يكون هو الخطيب، ينبغي أن يكون هو المؤلف، ينبغي أن يكون هو العالم، ينبغي 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 ينبغي. رجل الدين ليس المطلوب منه أن يكون متواجدا في جميع هذه الحقول، في جميع هذه الأماكن. رجل الدين عليه أن يكون، أن يؤدي دوره بما هو ممثل للأنبياء والرسل، يعلم الناس، يرشدهم، يوجههم، هذا المقدار متعين عليه. أما أنه مثلا رجل الدين كل قضية اجتماعية نحن نحاول أن نقحمه فيها، وأنت ماذا تقول، وليس من اللازم على رجل الدين أن يتدخل في قضايا الاجتماعية ويبت فيها، بل لعل تدخله لا يكون من مصلحة الناس في بعض الأحيان، لأن بعض رجال الدين تكون عنده دراية وخبرة اجتماعية، فإذا عالج المسائل الاجتماعية يعالجها بحكمة وحنكة، وبعض رجال الدين ما تكون عنده هذه الخبرة، فإقحامه في ذلك، وضعه في مكان ليس هو المكان المحدد له. يعني ينبغي تصحيح النظر فعلا لدور رجل الدين. وأما ما على الناس تجاه رجل الدين، ينبغي نحن أن نقدرها وأن نحترمها وأن نتفاعل مع ما يقوم ومع ما يوجه ومع ما يرشد، بحيث يكون له دوره الفاعل في المجتمع. وأما إذا عطلناه عن أدواره، رجل الدين منعناه من صلاة الجماعة مثلا، أو أراد أن يدرس الناس منعناه من التدريس، أراد أن يحاضر منعناه من المحاضرة، أردناهم وهكذا مثلا جعلنا، أو لم نتفاعل معه، بعض الأحيان لا نمانع فليحاضر، لكن يحاضر لا يوجد عنده إلا شخص أو شخصان، أو مثلا يخطب في المسجد لا يوجد أحد، يصلي لا يوجد أحد، يعني لا نفعل أدوار رجل الدين، هذا طبعا ظلم له. وورد عندنا في الروايات بأنه ثلاثة يشتكون إلى الله يوم القيامة، منهم القرآن الذي لا يقرأ فيه، ومنهم المسجد المهجور، ومنهم العالم الذي ضيع بين الجهال بحيث لا يعرفون أهمية ما يؤدي. فهو دور تبادلي على أي حال، بمقدار ما يقدم هذا العالم ينبغي أن نقدم له أيضا.